يلا 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 نبدا الحلقه. يلا عائلة مساحة، يا اهلا. هذا الفيديو مختلف في مكان مختلف، مدينة مختلفة. اعرف انني تاخرت عليكم مدة طويلة، وهي حوالي 13 يوم اعتقد منذ ان قلت لكم باني ساضع لكم حلقة للاسئلة للسنة الجديدة. لذلك ان شاء الله في هذا الفيديو ساجيب على كل اسئلتكم التي طرحتموها علي في الانستغرام. وفقط قبل ان ابدا بالاجابه على اسئلتكم، فقط كتوضيح بسيط، وهو التساؤل الذي يطرحه الاصدقاء: لماذا غبت عن وضع الفيديوهات لمده 15 يوم تقريبا، وهي مده طويله؟ طيب السبب بسيط، ولمن يتابعني في الانستغرام او في الفيسبوك يعلم السبب، لكن الاصدقاء الذين يتابعوني على اليوتيوب ولا يتابعونني على بقيه وسائل السوشيال ميديا لا يعلمون. انا في رحله حول المغرب بكامله، وانشر لكم كل الصور والستوريهات في الفيسبوك والانستغرام. حاليا انا موجود في مدينه ورزازات، ولمن لا يعلم فهذه المدينه تم تصوير فيها الكثير والكثير من الافلام العالميه، لدرجه انني وضعت حلقه كامله عن كل الافلام العالميه التي تم تصويرها في المغرب، وهذه الافلام تم تصويرها في هذه المدينة. وهذه بعض من الصور التي ترونها أمامكم، هي الصور التي التقطتها أثناء رحلتي. لذلك لا تنسى تتابعني في الفيسبوك والإنستغرام لتتابع بقية الرحلة معي. المهم ألا ندخل في الفيديو. طيب لنبدأ بأول سؤال وجدته هو في الإنستغرام: لماذا لم تتوجه إلى محتوى الجيمينج؟ أعتقد بأن محتوى الجيمينج ليس من اهتماماتي، لذلك أفضل أن أبقى في المحتوى الذي أعرف فيه أكثر، وهو محتوى الثقافة العامة. سؤال آخر من لونكسال: كيف جمعت كل هذا الكم الهائل من المعلومات ما شاء الله؟ وكيف يكون الشخص واعيا ويستطيع إبداء رأيه وحكمه على الأشياء؟ كيف جمعت كل هذا الكم الهائل من المعلومات؟ بصراحة هو الإنسان ما دام أنه في هذه الحياة على في الدنيا، فيجب دائما أن يسعى لطلب العلم. لذلك أنا لا أعتبر نفسي أمتلك كمية كبيرة من المعلومات، ولازلت كل يوم أحاول أن أتعلم شيء جديد، لكن أكثر شيء أتعلم منه هو الإنترنت. الإنترنت الآن أصبح خزانة أو أكبر مكتبة في العالم تحتوي على معلومات، ولست مضطرا إلى أن تذهب إلى أي مكتبة لكي تحصل على معلومات. كل ما عليك فعله هو أن تفتح هاتفك، هذا الجهاز الصغير فيه كل المعلومات الموجودة في العالم. متى سترجع للرياضة؟ مباشرة بعد أن أعود لتطوان من هذه الرحلة، ولا أعلم متى سأعود. المهم تابعني في الإنستغرام لتعلم أين أكون، ما الذي أفعله، وهكذا. السلام عليكم، أردت سؤالك عن المونتاج وكيف تطورت البرامج التي استعملتها في قناتك من البداية وحتى الآن، وهل تحتاج لشخص محترف أم أنك ما زلت تمنتج لوحدك؟ كذلك السيت أب والإضاءة، هل تعدلها وحدك أم تستعين بخبراء؟ تحية لك. قلتها أكثر من مرة، أنا في قناة مساحة أعمل لوحدي، أصور لوحدي، أكتب لوحدي، أصور لوحدي، أمنتج لوحدي، أقوم بتعديل الإضاءة، وكل شيء أقوم به لوحدي. الكثير من الناس يعتقدون أنه لدي تيم أو فريق كبير من الخبراء، لكن ليست هذه الحقيقة. برنامج المونتاج ما زلت أستعمل نفس البرنامج الذي بدأت به من سنة 2017، وهو أدوبي بريمير برو. أعتبره أحسن برنامج احترافي للمونتاج. وهل تحتاج لشخص محترف؟ لا طبعا لا تحتاج أبدا لشخص محترف إذا كنت شخص تحب البحث وشغوف بالبحث، لأنك بهذا ستستطيع أن تتعلم بسرعة. أريد أن أقول لك أنت إنسان راقي حماك الله ورعاك أنت أيضا. سؤال لك: لسنة جديدة، هل مخططاتك لسنة جديدة مثل ما كانت مخططاتك لسنة قديمة، أم تتغير أو تكمل على مخططاتك لسنة قديمة، أم تغير في بعض الأشياء؟ عام سعيد مليء بالنجاحات، وأتمنى أن تحقق كل ما تريده. سلامي لك أخي يوسف. سلامي لك وشكرا لك صديقي، وسنة سعيدة، أتمنى من الله أن يعطيك فيها كل ما تتمنى. وخطتي هي أنني أكمل على الأشياء التي لم أنهيها في السنة الماضية، وحاول أن أنهيها في هذه السنة، فهذه هي الحياة. سؤال آخر من صديقنا يوسف: هل تجيد التكلم باللغة الأمازيغية؟ طبعا أجيد التكلم باللغة الأمازيغية، فأنا أمازيغي من الحسيمة. سؤال جديد يوسف، تحياتي لك، متابعك من مصر. شكرا لك صديقي، وتحية لكل الأصدقاء المتواجدين في جمهورية مصر العربية. السؤال اللي كنت عايز أسأله لك وأتمنى ترد: إزاي أبدأ أولي أولى خطواتي أن أكون صانع محتوى مفيد مثلك مثلا على اليوتيوب، وأقدر أفيد غيري، وإزاي أبدأ من لا شيء كي أصنع شيء كبير؟ صديقي أنا يوسف مثال حي أمامك، أنا بدأت تقريبا من لا شيء، كل ما كنت أمتلكه هو آيفون 7، وتقريبا وضعت كل الأموال التي لدي
في ذلك الآيفون، وهو أكثر شيء ثمين كان لدي. أنا أعتقد أنه إذا كانت لديك الإمكانية في أن تصنع محتوى جيد للناس فلن تجد أي مشكلة في التجهيزات مثلا، لأنك تستطيع أن تعمل مع أي شخص لفترة معينة، تجمع مبلغ معين وتبدأ بأجهزة بسيطة. وإذا كانت لديك طريقة إلقاء جيدة تستطيع أن تنشئ محتوى جيد، فكن متأكد أنك ستنجح، أعطيها لك ضمانة. طبعا لن تنجح بين يوم وليلة، الأمر سيحتاج لوقت، لكن يجب عليك أن تصبر. نحبوك وندعموك من الجزائر. ما هو السبب الذي يمنعك من زيارة سوريا؟ هو السبب منطقي واضح لأي شخص، طبعا عدم وجود استقرار كامل 100%. إن شاء الله ونتمنى أن تستقر سوريا وتعود كما كانت زقزقة العصافير. ليس سؤال شخصي لكن اقتراح، فكرة، ليش ما تعمل فيديوهات عن دولة الأندلس اللي كثير من جيلنا ما يعرفه؟ وأيضا شكرا لك على مجهودك عبد الرزاق من العراق. هذا موضوع جيد جدا جدا صديقي عبد الرزاق، وأفكر فعلا أن أقوم بعمل موضوع عن الأندلس، كيف تم فتح الأندلس إلى سقوطها وأسباب سقوطها. بالمناسبة هذه النجمة التي تراها أمامك في هذه الصورة، بالمناسبة هذه الصورة نشرتها في الإنستغرام، لا تنسى تذهب للإنستغرام وتعمل عليها لايك أو كومنت. هذه النجمة موجودة في كل مكان في الأندلس التي هي إسبانيا حاليا. لهذا السبب الكثير من الأصدقاء عندما نشرت صوري في الفيسبوك والإنستغرام وأنا أرتدي هذه النجمة لم يستطيعوا التفريق بينها وبين النجمة السداسية التي يتخذها اليهود كرمز قومي لهم. هل راح تغير محتوى القناة؟ لا طبعا لن أغير محتوى القناة أبدا، ربما طريقة التصوير هي التي فقط ستتغير. I don't want to ask questions. Beware and good luck. Thank you brother. I love you. أعطي نصيحة لشخص عنده حلم في الحياة. نصيحتي لك صديقي هي لا تجعل الحلم مجرد حلم، وإنما حول الحلم لهدف، وهذا الهدف حاول أن تمشي إليه بخطوات ثابتة ومستمرة إلى أن تصل إليه. لا تفكر أبدا بأن تصل إلى هذا الهدف مرة واحدة، فكما تعلم لا يوجد أي شخص وصل إلى أعلى جبل في العالم بخطوة واحدة، وإنما أخذ منه الأمر أيام وربما شهور، وأنت تعلم هذا الأمر. السلام عليكم أخي يوسف، أريد أن أعرف كيف تم تأسيس حزب الناتو. صديقي ليست لدي معلومات عن كيف تم تأسيس حزب الناتو، لكن أنت الآن أعطيتني دفعة لكي أذهب وأبحث كيف تم تأسيس هذا الحزب، حزب الناتو، حلف الناتو، ماشي حزب الناتو، إيش كنقول، حلف الناتو وليس حزب الناتو صديقي. لذلك سأبحث عن الموضوع وأقوم بعمل فيديو كامل عنه. ما رأيك في اتحاد العرب؟ وهل هذا الأمر قريب الحدوث؟ هل هو قريب الحدوث؟ لا أعتقد ذلك، لكن إذا حدث ستصبح واحدة من أقوى الدول في العالم، أقوى اقتصاديا، أقوى عسكريا، أقوى علميا، وأقوى في كل شيء، وأنا متأكد من ذلك، وهذا حلم، فعلا حلم نسعى الوصول إليه. كيف أتعامل مع الأغبياء؟ في العادة التعامل مع الأغبياء يجب أن يكون بالتجاهل، وفي بعض الأحيان يجب أن تنزل لمستواهم. لا أقصد هنا أن تنزل لمستواهم المنحط، لا، بل أن تجيب مثلا على أسئلتهم الغبية بأجوبة غبية تناسب مستوى ذكائهم. أرينا السيت أب من فضلك أخوك من الجزائر. حاليا أنا لست في المنزل لأريك السيت أب، لكن هو ليس سيت أب يعني رائع ورهيب كما تتخيل صديقي، لا، غرفتي هي مجرد غرفة عادية فيها حاسوب وكاميرا، وأنشئ لكم هذا المحتوى الذي يصل لكل دول العالم. كم اشتريت الكاميرا التي تصور بها ونوعيتها؟ نوعية الكاميرا التي أمتلكها الآن هي سوني A7 III، وبكم اشتريتها؟ اشتريتها ب 1900 دولار، أو تقريبا 2000 دولار. سؤال، لماذا لم تذكر قط موريتانيا في فيديوهاتك؟ صديقي هل تعلم بأني متحمس لأن أقوم بعمل حلقة عن موريتانيا وأيضا عن ليبيا؟ هاتين الدولتين يجب أن أقوم بعمل عنهم فيديو في أقرب وقت، وأنا متحمس لذلك. ماذا كنت ستفعل إذا كنت مكان إيلون ماسك؟ سأحاول أن أنشر الخير على كوكب الأرض على قدر ما أستطيع، سأحاول أن أخرج الأسر الفقيرة من الفقر على قدر ما أستطيع، سأحاول أن أفعل الخير على قدر ما أستطيع، وهذا في الحد ذاته هدف نبيل. سؤالي، لماذا تستعمل أجهزة ماك من بين الأجهزة الأخرى؟ لأنها بالنسبة لي شخصيا أجدها
أجهزة سلسة سهلة تكمل بعضها البعض، لديها إيكو سيستم وفيها الكثير والكثير من المميزات التي لا يجدها في الأندرويد. طبعا هذا رأيي الشخصي. هل النسوية والمثلية وهذه الظواهر المتطرفة ستهدد مجتمعاتنا في المستقبل القريب بطريقة جادة أي مثل الغرب؟ لا أعتقد ذلك صديقي، فمجتمعاتنا وعقليتنا وثقافتنا لها نوع من الحصن تجاه هذه الأفكار المتطرفة، على عكس الغرب الذين هم مثل الإسفنجة يمتصون أي أفكار وأي معتقدات وتتحول إلى ثقافتهم. لكن بالنسبة لنا نحن لدينا نوع من المناعة. المامي أحمدناه من مدينة الداخلة، أحبك يا أخي يوسف، يمكن أن تقرأ تعليقي في الحلقة، راح تبقى ذكرى جميلة. صديقي أنا من المقرر أن أزور مدينة الداخلة المغربية إن شاء الله عما قريب، فقط هي أنها بعيدة وتحتاج إلى طائرة، لا أستطيع أن أصل إليها بالسيارة، لذلك يجب أن أخذ رحلة بالطائرة لأصل لمدينة الداخلة إن شاء الله. وأنا يعني كنت مقرر ومخطط أن أزور هذه المدينة الساحرة المغربية، وسألتقي بك ونلتقيت صورة وستبقى أحلى ذكرى. The best Moroccan vlogger for you. لن أكذب عليك، أنا أتابع فقط شخصين يعني مغربيين، vloggers مغربيين، وهم ياسين السقلي، وكنت عملت معاه لايف على الإنستغرام، ضروري أنك تشاهد ذلك اللايف. ذلك الشخص شخص لطيف جدا ورائع جدا وما شاء الله عليه. وشخص آخر وهو حمزة أو زوز فلوغز، وقلتها أكثر من مرة. هل تتكلم الفرنسية؟ لا. وما هي اللغات التي تتكلمها؟ أتكلم العربية والأمازيغية والإنجليزية. الآن إلى أسئلة اليوتيوب. عندي سؤالين للأخ يوسف. ما هي أول وظيفة قمت بالعمل بها في حياتك؟ وما هي تلك الوظيفة؟ ثانياً، ما الوظيفة التي تحلم بها في المستقبل؟ ما هي أول وظيفة قمت بالعمل بها في حياتي؟ لم أعمل في أي وظيفة في حياتي، فقط كنت أعمل مع والدي، مع أبي، في مجال البناء. ما الوظيفة التي تحلم بها في المستقبل؟ لا أحلم بأي وظيفة، فأنا أعمل لنفسي مع نفسي ولوحدي، ولا أحب أن أعمل تحت إمرة أي شخص. برأيك أخي يوسف، ما هو الفرق بين الكتب الرقمية والكتب الورقية؟ بالنسبة لي أنا أعتبر هناك فرق كبير أن تقرأ مثلاً كتاب PDF وكتاب ورقي. الكتاب الورقي تحس بنفسك وأنت تقرأ فعلياً، تلمس الورق، تلك الرائحة الورقية. عندما تفتح الكتاب يعني تحس بنفسك أنك تقرأ. ما سر الإبداع والتميز في مقاطعك؟ من أين تأتي بأفكار المقاطع؟ أتمنى لك التوفيق ونجاح دائماً يوسف، متابعك من السعودية. شكراً لك صديقي وكل المتابعين من المملكة العربية السعودية، أحبكم كثيراً. كل ما في الأمر صديقي هو أنني أحاول أن أبقى مختلف عن كل اليوتيوبرز في اليوتيوب العربي، وأن أنشئ محتوى خاص بي فيه لمسة خاصة بي. أما من أين أأتي بأفكار المقاطع؟ فأأتي بها منكم أنتم، عندما تطرحون علي اقتراحات المواضيع، عندما أجدها في الكتب، في بعض الأحيان عندما أقرأ كتاب أجد معلومة مثيرة وأبحث عنها في جوجل، وأيضا الإنترنت في جوجل، المكتبة العالمية، كل شيء يوجد في الإنترنت. بما أنك مغربي لا بأس أن نناقش أمر يخصنا. ما هو رأيك في نظام الحكم بالمغرب؟ أعتقد أنك تقصد نظام الحكم الملكي. أنا أعتبره من أحسن أنظمة الحكم، فمثلا تجده في الكثير من الدول الأوروبية، مثلا تجده في السويد، في الدنمارك، تجده في هولندا، في إسبانيا، أيضا في اليابان لديهم الإمبراطور، وأغلب الدول الخليجية مثلا في السعودية هناك الملك، وأكثر هذه الدول أو الملكية تجدها دائما مستقرة وفيها نوع من الأمن والأمان وطريقة عيش يعني كريمة نستطيع أن نقول. وعليه تمنياتي لكل الدول بالأمن والأمان والخير والعيش برخاء وكرامة مهما كان نظام الحكم فيها. ابني يتابعك وفخور بك كثيرا، وجه له كلمة وأرجو أن تقدم له حلقة كاملة بالإنجليزي، لأنه يقول أنك ممتع. أنا فخور جدا جدا بكون ابنك يتابعني، هذا يدل على أنك تثقين في المحتوى الذي أضعه في اليوتيوب، ثقة كاملة. بالنسبة لي أن يكون هناك شخص سواء أب أو أم ينصح ابنه بأن يتابع منشئ محتوى كيفما كان، هذا يدل على أنه يضع ابنه في يد أمينة، وهذا بالنسبة لي شهادة فخر أنا أعتز بها. وبالنسبة للكلمة التي سأوجهها له، أريد أن أقول له أدرس جيدا ولا تتابع أبدا المحتوى التافه على أي منصة، وضع هدف أو حلم في حياتك وقاتل من أجله. هل تشعر بأن هناك أي أشياء أو أفكار خلف برامج كرتون نيتورك؟ أعتقد ذلك، نعم. أنا لا أحب أبدا برامج كرتون نيتورك، وهذا رأيي الشخصي، ولا أنصح أي أب أو أم بأن يترك أبنائه يشاهدون كرتون نيتورك. أنصحهم بأن يشاهدوا قنوات أخرى كسبيستون.
في هذه اللحظة بالتحديد الكاميرا توقفت عن التصوير وأنا لا أعلم. أنا الآن أقوم بالمونتاج في منتصف الليل ولم أعلم بأن ذلك جزء مفقود إلا بعدما أخرجت بطاقة الذاكرة من الكاميرا. والغريب في الأمر والمصادفة أن أحد أصدقائي جاء إلي في اللحظة التي توقفت فيها الكاميرا عن التصوير. أتمنى أنني استطعت أن أجيب على غالبية الأسئلة بالرغم أنها كانت أسئلة كثيرة جدا فاقت 4000 سؤال. سأراكم في فيديو جديد وتابعوني في الانستغرام لتتابعوا معي الرحلة. شفت مع السؤال الاخر.